السلام عليكم. نتكلم عن موضوع المراضة. طبعا المراضة سببت ضجة، سببت ليش أنا يوم رحت عندهم من طيب خاطر من طيب نية كذا صورت باب البيت، يعني مو بقصدي شيء ولا نية إنه وش بيصير. والمشكلة وشو ما تكلموا إلا يعني يوم إني وصلت الرياض. طيب أنا عندكم ليش ما تكلمتوا؟ ليش ما قلتوا؟ عادي أحذف سنابات، أعتذر قدام البث، عادي ترى الإنسان يغلط. بس أنتم مرة كبرتوا الموضوع لدرجة كأني ذابح ولدكم. والله صدق مرة، يعني هو وش وكل تصوير باب، يعني عادي ياما جو ناس صوروا سيارتي المقبوعة التي ما صوروها مليون ألف مرة. حتى اللي بتيك توك، يعني اللي تابعون تيك توك كثير مرة بيشوفون إن كثير ناس مصورين. ولا عمري تكلمت على عمدي، ولا عمري قلت شيء. إيش تسوي يا أخي؟ هذه العالم، هذه الناس. يعني أنت دخلت، وطبعا أمراضة مشهورة، وأنا عندي عدد. أوكي أنا يوم رحت هناك يوم إني أصور وكذا، يعني كأي مشهور، كأي إنسان، ممكن نقول عشان ما تقولون مشهورة، كأي إنسان دخل السوشيال ميديا صور يوميات عادي، جرد يعني يوميات. فما توقعت بيوم اليوم إن كذا بيصير الموضوع، يصير أوفر مرة كبر الموضوع لدرجة يعني ما توقعت مرة. والمشكلة يعني يمكن تبى الإمارات ما تكلموا ولا قالوا شيء، سكتين. ما طب ليش ما تكلمتوا معي؟ صدق والله وما يصلح تتكلمون قدام الناس. ترى أنا ما أحب إني أتهاوش أو مثلا تصير لي مشكلة قدام الناس. يا أخي عادي، يقول الله يستر عليكم، الله يستر علينا، وعادي خلاص كمل، كل واحد يكمل بطريقة، أنا ما عندي مشكلة. بس غلط أنكم تتكلموا قدام الناس. أنا أقدر أتكلم ترى، والله كلنا عندي لسان أقدر أتكلم والله، بس إني ساكت. يعني وش كنت بقول؟ يا الله أنا ببث الساعة 1:30، خلكم موجودين. إذا كنت موجودين الساعة 1:30 بتكلم عن كل شيء، ومن البث أقدر أشوف أسئلتكم يعني وكل شيء. إن شاء الله أني أقدر أتكلم اليوم، خلكم موجودين إن شاء الله. ببث الساعة 1:30 بالتيك توك. بس والله حبك. وش كنت بقول؟ يا الله أتمنى من متابعين يعني إن ما تصير في حزيزية بيني بين أمراضة. طبعا كل واحد ولا متابعين ولا جمهور، لكن أتمنى أن كل واحد يروح للي يحبه. بس والله الله يستر عليها، الله يحفظها. كانوا غالين قبل وللحين غالين، لكن ما صار إلا كل خير الحمد لله. موضوع بسيط الحمد لله على كل حال، والدنيا والله ما توقف على أحد. أمراضة بدالها مليون أمراضة. السلام عليكم. وش كنت بقول؟ الله أتمنى من متابعين يعني إن ما تصير في حزيزية بيني بين أمراضة. طبعا كل واحد ولا متابعين ولا جمهور، لكن أتمنى أن كل واحد يروح للي يحبه. بس والله الله يستر عليها، الله يحفظها. كانوا غالين قبل وللحين غالين، لكن ما صار إلا كل خير الحمد لله. موضوع بسيط الحمد لله على كل حال، والدنيا والله ما توقف على أحد. أمراضة بدالها مليون أمراضة. السلام عليكم.